في مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا وكاس الاتحاد الافريقي، لانه اخر المستجدات تم تاجيلها رسميا للمنافسه. اربعه بوباكار تونغا 35، رضا سليم رقم 24، عبد الاله عميمي 9، تجمع بين زعيم نادي الجيش الملكي والوداد الرياضي. بينما لدينا هنا فرصه 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 لتسديده ضعيفه 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 ضعيفه، كان ممكن استغلالها بشكل افضل، لكن هنا الوداد الرياضي انطلاقه من الجهه اليمنى. هذه العرضيه عميمي يا عميمي يا عميمي، العرضية يا عميمي الجيش الملكي لقب الدوري المغربي. انطلاقة من البديع، ماذا سيفعل البديع؟ حاول المرور، بديع يعمل المراوغة، هنا العرضية من البديع واسماعيل راهي الضربة الراسية. هاي لهذا الانطلاقة للواك، انطلاقة لبديع لوك، هنا رفع الكرة بطريقة مميزة وبالراس، يا سلام لتنفيذ هذه الركنية. اسماعيل يرفع للقائمة الثاني، فرصة غير ملكي، كرة في وسط الميدان تمشي ناحية اللعب. اسماعيل اسماعيل لمن يلعب على الجهه اليسرى، انطلاقه من طرف من هنا، بديع يحاول يطلب الكره. هو بديع في داد الرياضي، تلعب هذه الكره من اسماعيل. اسماعيل الراسيه، الدفاع يتدخل ومراوغه ممتازه وانطلاقه في هذه الهجمه الاكسيه السريعه. ثلاثه ضد اثنين، فرصه هذه للجيش الملكي، وجوزيف يسددها للفار، كان بامكانه يسجل هدف اول بعد هجوم مرتد سريع. اين كان ابراهيم نجم الدين واين كان حمزه اسرير؟ الباس بعد ذلك جوزيف يسدد، ولكن التكنوتي في اول اختبار في المباراه ينجح في التصدي لهذه الكره. الوداد صعد تقريبا بكل لاعبي ونسي تامين المنطقه الدفاعيه. يبشي اسماعيل، يهرب اسماعيل، ينطلق اسماعيل، دخل اسماعيل يبحث عن التسديد. اسماعيل يا اسماعيل يا اسماعيل يا جمالك يا اسماعيل، يا روعة فنياتك وانطلاقاتك يا اسماعيل يا الحداد، يفتتح باب التهديف في هذه اللحظات. 1-0 للواك، 1-0 للوداد، 1-0 للفريق الضيف عن طريق اللاعب اسماعيل الحداد. مشاهدينا الكرام، اسماعيل وحده راوغ، انطلق توغل وتجاوز المدافع بهذه الكيفية. نعم يسدد باليسرى، شوف كيف تخلص من ايمن الشباني ويسدد بالرجل اليسرى، يغارط به الحارس ايوب. 1 يا اسماعيل، 1 للاحمر يا اسماعيل. في الكوفيد ولكن تعافى الحمد لله. عبد الواحد الشمامي اللي يعتبر من النجوم الزعيم في سنوات التسعينات طبعا الى الجانب المغربي، توج بلقب دوري ابطال افريقيا. طبعا اكون سعيد شخصيا لما اعلق على الجيش الملكي واستحضر الجيل الذهبي للجيش الملكي ونجوم الجيش. بينما لدينا فرصه تاكناوتي يتابع هذه الكره في نهايه المطاف، طبعا كما لدينا كره على الجهه اليسرى لفائده عناصر نادي الجيش الملكي. لمسه وتحضير، اصرار عسكري في هذه اللحظات لتعديل هذه النتيجه. حمزه مجاهد يعطي التمريره هناك على الجهه اليسرى ناحيه اللاعب عمار الجراري، العرضيه، هدف التعادل يضيع، هدف التعادل يضيع. تحركات عسكريه منتظره من اجل ادراك هدف التعادل، وكان الحداد بهدف قال لمناصر سفيان كركاش. الكل يتحدث اين هو سفيان كركاش، انه منذ التحاق بفريق الوداد غايب تماما. بينما كره تسديده مره جانبيه، يا سلام عليك الحداد. الانتدابات اللي صارت في الميركاتو الشتوي معظمها لم يعطي نتائج. بينما الكره هنا لعناصر نادي الجيش تمشي ناحيه تونغارا، تونغارا ماذا سيفعل؟ تونغارا يمر الكره، هذه فرصه التعادل ممكن، التعادل ممكن للجيش الملكي. العرضيه الماضيه من محمد مفيد، شوف نقطه، يعني نتائج تبقى متوسطه بالنسبه لطالب. انطلاقه رايه، مرور ممكن يا سليم، ضيع. غريب ما حصل يا جوزيف، العساكر نعم يخلقون فرص واضحه للتسجيل. شوف لهذا كيف مر لعب رضا سليم، رايه رضا. تونغارا واضح بانه يلعب خلف المهاجم جوزيف، مرفوع هذه الكره والتكناوتي في نهايه المطاف. تقطع لحامل الكره اولا ثم التغطية الدفاعية اللي فيها نقاش، تلعب هذه الركنية
فكرية ولكن رأسية بعيدة تماما. يا محمد يا علي يا بامعمر قائد الزعيم قائد الجيش الملكي محمد علي بامعمر لعب السابق للمغرب الفاسي وكذلك للرجاء الرياضي حتى لا ننسى تجربته أيضا مع فكي محمد علي بامعمر. بامعمر يرسل كرة أمامية لمن فقط لأحمد رضا التقنوتي في نهاية المطاف. نعم تقريبا 6 دقائق على نهاية شوط العرضية يا عمار فضل التمرير لمن تونغارا يدخل تونغارا العرضية التقنوتي في المتابعة التقنوتي تابع الكرة عموما تلعب هذه الركلة عن طريق عمار الجراري الجراري يرفع كرة التقنوتي في المتابعة هنا سالت الفرصة لعناصر نادي الجيش الملكي كرة عبد الإله العميمي وعلي بامعمر بامعمر عندك المساحة بامعمر يتقدم يستغل الأمتار بامعمر سدد وسال سال بين احضان الحارس 20 في انتظار اجراء باقي المباريات كامل المفترض اليوم ان تجرى مباراة الرجاء الرياضي والسريع وتزم ولكن تم تاجيلها في اخر لحظه بالامس جاء القرار الرسمي بينما لدينا هنا فرصه والحكم ماذا يقول ما فيهاش مفترض ان تجرى اليوم ولكن نظرا لدخول عدد من اللاعبين سريع وتزم في الحجر الصحي بسبب ثبوت نعم اصابه مجموعه من اللاعبين بكوفيد 19 طبعا مباراة الأمس كذلك خلقت الجدل بينما الحكم يطر أو حمزة مجاهد تمشي لمحمد مفيد يا كيسا العرضية تلعب هذه الجانبية انطلاقة من كازادي يرسل كازادي ممتازة هذه كازادي والعرضية اسماعيل يدخل اسماعيل لازالت عند اسماعيل مرر ناحية تلعب وليد عسكرية وشينا يراقب لعب أميمي فرصة الآلي رفع الكرة العرضية على القائم الثاني علي الجميع حمزة مجاهد يسلم مدى الكرة حمزة يتحصل على التماس يلعب الكرة على الجهة اليمنى لفايدة الجيش هنا مرفوع الكرة الراسية جوزيف غنادو كرة كانت مباغتة بالراس الكرات التي ينتظرها اللاعب جوزيف طبعا عنده ميزة اللاعب جوزيف هو أنه يتفوق في الضربات الرأسية ولكن بالرجل عنده مشكل نعم في التركيز أمام المرمى لعب اسماعيل الحداد حتى كازادي يرجع للخلف لمراقبة تقدم اللاعب عمر الجراري على الجهة الأخرى تلعب الكرة من مفيد يرفع كرة ممتازة هذه الضربة الرأسية كاد يفعلها جوزيف غنادو كاد يعدل النتيجة لهذا مرة أخرى يا سلام على هذه العرضية بالملي هنا وبالرأس غنادو على المرمى الجيش نعم لا زال يبحث منتصف بديع مرة أخرى 1-2 بديع يلعب الكرة على الجهة اليمنى ناحية لعب اسماعيل يرفع اسماعيل في اتجاه وريد ولكن الدفاع يتدخل بعد ذلك تقنوتي لا اختلاف على انه واحد من ابرز الحراس في الدوري المغربي الممتاز بينما لدينا هنا فرصة والمتابعة بعد ذلك من الحارس ايوب كرة على الجهة اليمنى وصلت على الجهة اليمنى لعناصر فريق الجيش الملكي هنا فرصة العرضية والتقنوتي بعد ذلك يخرج الوداد عماد الرحولي لمن يا الرحولي هنا اللمسة تحضير اتجاه لعب علي هنا المتابعة من جوزيف العرضية وراسية الجيش الملكي مشاهدينا الكرام 1-1 بالفعل الجيش يعدل النتيجة في هذه اللحظات أخيرا يتمكن الجيش بعد ضغط رهيب طيلة الدقائق الماضية هو يتمكن من التعديل عن طريق لاعب حمزة الكودالي بالفعل ينجح في تسجيل هدف التعادل بعد متابعة رائعة البديل يفعلها لهذا مرة أخرى لكرة الماضية لمسة وتحذير من الرحولي البودلاء يتألقون الرحولي وكذلك القودالي والقودالي يتفوق على العملود ويزم الحارس أحمد رضا التقنوتي فاق التركيز وانا قلت بان ان كان تاغنوتي غير قادر على الاكمال عليه ان يخرج ويخلي البديل هي لعاده مره اخرى الجيش لم ينزل يديه الجيش لم يستسلم والجيش يعدل النتيجه في هذه اللحظات عن طريق اللاعب القودالي واحد من